تجربة اللاعب محمد غدار، دي يمكن أهداف المباراة ودي ركلة الجزاء اللي سجل منها تريكا الهدف الأول للنادي الأهلي، وبعد كده ده الهدف الثاني بيحرزه شكري بيمينه لأنه أشول، لكن أحرز الهدف الثاني بتسديدة برجله اليمنى. كده النتيجة 2-0 لصالح النادي الأهلي، وبعد كده ده أعتقد الهدف الثالث لسيد معوض. أخيرا سيد معوض بيحرز هدف، حاول كتير لو لاحظت الفترة الأخيرة كلها إنه يسجل، لكن جاءت في الودي وإن شاء الله بإذن الله تيجي في الرسم بشكل جيد. يمكن ده الهدف الرابع اللي بيحرزه غدار اللبناني اللي بيتم تجربته في النادي الأهلي ولاعب مهاجم، وده أعتقد الهدف الخامس أيضا لغدار اللبناني اللي سجل هدفين الرابع والخامس. وكده انتهت المباراة 5-0. شهدت المباراة مشاركة حسام غالي.